أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة جمبري سيشوان. المقادير 350 جرام جمبري متنظف ومسلوق، 4 معالق كبار مية، معلقتين كبار كاتشب، معلقة كبيرة صويا صوص، معلقة صغيرة كورن فلور اللي هي نشا الذرة، معلقة صغيرة عسل أبيض، نص معلقة صغيرة فلفل أحمر جاف، ربع معلقة صغيرة زنجبيل مطحون، معلقة كبيرة زيت طعام، 25 جرام بصل أخضر شرايح صغيرة، 4 فصوص ثوم مفرومين. هنقول دلوقتي طريقة التحضير. هاتي طبق صغير واخلطي فيه المية مع الكاتشب وصوص الصويا والكورن فلور والعسل والفلفل الأحمر والزنجبيل المطحون، وبعدين هاتي حلة كبيرة وحطيها على نار عالية وسخني الزيت وحمري البصل الأخضر والثوم لمدة 30 ثانية، وبعدين حطي عليهم الجمبري وقلبيه لحد ما يتحمر. حطي بعد كده عليه خليط الصوص اللي عملناه وقلبيه لحد ما يكون الصوص بتاعه تقيل، ولما تيجي تقدميه قدميه وهو سخن. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.